بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، المكتبة المركزية لجامعة صديف واحد فرحات عباس ترحب بكم، إذ نرافقكم في هذا الفيديو للتعريف بالمكتبة المركزية ومختلف مصالحها وخدماتها، حيث أن المكتبة المركزية هي العمود الفقري لمرافقة الطالب في بحوثه العلمية وإنجاز الرسائل والأطروحات. أنشئت المكتبة المركزية لجامعة صديف واحد في عام 1978، ودشنت في مقرها الحالي عام 1985، وتضم أربع مصالح. أولاً، مصلحة البحث البيبليوغرافي، وهو قسم موصول بشبكة الإنترنت خاص بالأساتذة وطلبة ما بعد التدرج. به تتم عملية البحث البيبليوغرافي بواسطة الأقراص المضغوطة في قواعد المعلومات التي اشتركت فيها المكتبة. المطالعة، المطالعة في هذا القسم تكون داخلية، يحتوي بالإضافة إلى المجلات والدوريات مجموعة كبيرة من رسائل الدكتوراه والماجستير، وكذا كتب المراجع، القواميس والموسوعات التي لا يسمح باستعارتها خارج أسوار المكتبة. كما يضم هذا القسم قاعة خاصة بالأرشيف. ثانياً، مصلحة الإعارة الخارجية، التوجيه. تفتح المكتبة المركزية أبوابها يومياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 4:30 بعد الزوال، ويهتم هذا القسم بالإعارة الخارجية للكتب وفق نظام الإعارة التالي: الطلبة كتابان لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد، طلبة ما بعد التدرج 4 كتب لمدة شهر قابلة للتجديد، الأساتذة 5 كتب لمدة شهر قابلة للتجديد. يخدم هذا القسم حوالي 38 ألف طالب في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى حوالي 1500 أستاذ جامعي. تتم عملية البحث البيبليوغرافي آلياً، حيث يمكن للطالب أن يبحث عن أي كتاب يريده سواء بالعنوان، المؤلف أو الموضوع في موقع المكتبة المركزية على الويب. كما يحتوي هذا القسم على مجموعة من الحواسيب مخصصة للبحث البيبليوغرافي. أولاً، ادخل موقع جامعة فرحات عباس وعبر الرابط المعروف للجامعة، هو www.enif-ctif.dz. ثانيا، اضغط على كلمة عربي، يمكنك اختيار اللغة ما بين عربي، انجليزي او فرنسي. بعد ما تضغط على ايقونة مصادر وثائقية راح يعطيك عدة اختيارات. الاختيارات متمثلة فيما يلي: المكتبة المركزية، فهرس مكتبات الجامعة، سجلات الجامعة، إلى آخره من الخدمات الخاصة بالمصادر الوثائقية. هنا هذا المكتبة المركزية هو تعريف مبسط للمكتبة المركزية. الذي يهم الطالب أثناء بحثه البيبليوغرافي هو فهرس مكتبات الجامعة. وعليه عند الضغط على فهرس مكتبات الجامعة هناك المكتبة المركزية ومكتبات الكليات. كل مكتبة من المكتبات الجامعة لديها فهرس عن خط. نضغط على المكتبة المركزية ونوصل. تظهر لك الصفحة الخاصة بالفهرس الإلكتروني للمكتبة المركزية. ماذا يقصد بالفهرس الإلكتروني؟ هو طريقة البحث الآلي وفق المعايير الدولية المحددة. عدة أيقونات كذلك، فيه الصفحة الرئيسية، فيه كتالوج أو الفهرس، وفيه الأكتياليتي. احنا نختار الفهرس. بالفهرس يعطينا عدة طرق للبحث. هناك طريقة بحث سهلة بسيطة غير مركبة، ومجرد كتابة ما تريد أن تبحث عنه سواء كان مؤلفا أو عنوانا أو موضوعا أو أي ما يخطر في بالك، يعطيك مباشرة إلى يوجهك مباشرة إلى المراد من بحثك. هناك طريقة البحث أيضا المركبة. طريقة البحث المركبة هي أنك تختار حقل معين من حقول البحث، كأن تختار مؤلفا معينا وتضغط على أيقونة مؤلف، أو تختار عنوانا معينا أو موضوعا معينا. أغلب أفضل طريقة للبحث هي الطريقة المبسطة أو لا ريشيرش سامبل، طريقة البحث البسيطة. طريقة البحث البسيطة هي أنك تكتب أنك تعمل إشارة على كل الحقول، كل الحقول مثل ما هو واضح في الصورة. جميع الحقول تكفل لك بحثا شاملا. أما إذا اخترت
أو كلمات أو مؤلف أو إلى غيره من الكلمات الموجودة، فإنك تحصل على بحث محدد محدد. نختار على بركة الله جميع الحقول والوصف. نحن اخترنا موضوع التسويق، مثال نقدمه لكم. عندنا طالب يبحث على موضوع التسويق، يكتب كلمة التسويق في مجال البحث المحدد بالشكل الواضح أمامك. نضرب على جميع الحقول والوصف، تظهر هذه الصورة. جميع كلمة، جميع الكتب المؤلفات أو المطروحات التي فيها في التسويق تخرج أمامك في الواجهة. مثال تسويق العلم، تسويق العقاري الإلكتروني، التسويق المبني على المعرفة. أنت كان اختيارك على كتاب معين والتسويق الإلكتروني، تضغط على More Information أو مزيد من المعلومات. بعد أن تضغط على مزيد من المعلومات، هنا يعطيك لمحة كاملة على الكتاب مع صورة الغلاف، مع الفهرس، مع الملخص، مع العنوان كامل، بيانات بيبليوغرافية كاملة، مع الكلمات المفتاحية. يمكنك تمرير المعلومات، لا تحتاج إلى المعلومات، يمكنك تمرير عملية البحث في كل كتاب بنفس الطريقة، وتختار الكتاب الذي يساعدك. هنا يظهر لك أرقام استرجاع الكتاب، يمكنك طلب الكتاب الذي تريد. هنا لاحظ معي رقم الكتاب حال 8,312. الكتاب جاهز أي متوفر على مستوى العالم، يعني يمكنك طلب هذا الكتاب مباشرة من الموظف المكلف بالإعارة في المكتبة المركزية. حين تجد الكتاب غير جاهز لا يمكنك طلبه، فهذا الكتاب ربما معار أو ضائع أو لا، المهم الكتاب غير جاهز. تضم المكتبة المركزية قاعتان للمطالعة مخصصة لجميع الطلبة. ثالثا، مصلحة الاقتناءات. تحوي المكتبة المركزية على رصيد هائل من مختلف أوعية المعلومات، حيث يقدر عدد نسخ الكتب بأكثر من 445 ألف نسخة موزعة على أكثر من 93 ألف عنوان في جميع الاختصاصات. رابعاً، مصلحة المعالجة الفنية. هي القلب النابض والعقل المدبر في المكتبة المركزية. تختص هذه المصلحة بالفهرسة الإلكترونية والكلاسيكية موضوعياً ووصفياً، حيث بادرت المكتبة إلى إعادة فهرسة كل الرصيد الوثائقي وأنشأت قاعدة معلومات بها كل الرصيد، ساهمت في تسهيل البحث البيبليوغرافي، متابعة كل ما يتعلق بحقوق المعلومات المستخدمة في المكتبة، وكذا الأجهزة المرتبطة والتوزيع مع وزارة المصالح لضمان الجودة اللازمة في العمل وفق معايير تقييم الجودة الخاصة بالمكتبات. تتشرف المكتبة بتنظيم معرض خاص بمقتنياتها الجديدة في مختلف التخصصات العلمية، وذلك في مستوى بهو كلية العلوم الاقتصادية. الهدف من تنظيم هذا المعرض هو تقريب الطالب من الكتب الجديدة والتعريف بمختلف خدمات المكتبة المركزية، مثل تقديم الدليل البحث البيبليوغرافي، طريقة الولوج إلى الموقع، وكذا التعريف بالمكتبة في مختلف خدماتها. قمنا بتقديم 429 كتاب باللغة العربية واللغة الأجنبية في مختلف التخصصات. نرجو أن نسعى إلى تسهيل عملية البحث والتعريف بالمكتبة المركزية وبمختلف الكتب الموجودة بها. معكم طالبة سنة ثالثة مالية بنوك وتأمينات جرودي عائشة.
نشكر الجامعة المركزية على هذه المبادرة الجيدة أنها قامت بفتح معرض الكتب في جميع تخصصات التي تتعلق بجامعتنا اللي هي جامعة فرحة عباس. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الأستاذ معوش محمد الأمين أستاذ محاضر بكلية الاقتصاد والعلوم التجارية وعلوم التسيير سطيف جامعة سطيف واحد، تخصص اقتصادية التأمين. طبعا اليوم في إطار التظاهرة المنظمة من قبل الجامعة مكتبة الجامعة المركزية بخصوص معرض الكتاب، نشكر هذه المبادرة واللي تدخل في إطار تثمين هذا البحث المكتبي وتقريبه من الطالب، خاصة من تسهيل ومراجع وعديدة ومتنوعة في تخصصات تفي بغرض البحث العلمي وتثمن من الإنتاج البحثي والأكاديمي طبعا لأسرة الأساتذة والطلبة كذلك. كاين كتب جديدة في المكتبة وتقريبا كلها خارجة يعني حديثا من عام إلى عامين، دونك هذا الشيء يعني كما نقولوا يشجع الطالب ويحفز باش يتقدم للمكتبة ويدي الكتب، خاصة بأنها كتب مجانية ويستفيد من هذه الخدمات. السلام عليكم، معكم طالبة منى قلي نقرا سنة ثالثة محاسبة مالية. المبادرة تاع اليوم فادتني بزاف، لقيت كتب جدد بزاف يساعدوني في تقرير التربص تاعي اللي هو تخصص محاسبة، لقيت بزاف كتب مام في تخصصات اخرين كاين كتب بزاف يفيدونا. نشكركم بزاف على هذه المبادرة.